أخرج الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم من رواية أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وهذا الحديث العظيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد. الفائدة الأولى أن الصحابة كانوا يعملون من أجل الآخرة، وأنهم كانوا أزهد الناس في الدنيا. عشان كده الرجل ده لما جل النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الصحابة لم يسأله عن الشهوات ولا عن ملذات الدنيا ولا عن المال ولا عن السلطة، وإنما سأله عن عمل يدخله الله تعالى به الجنة وينجيه الله تعالى به ويباعده عن النار ومن النار. عشان كده يا جماعة، الزول في الدنيا دي احرص انه يعيش عشان الاخره، لانه الدنيا على زوال. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله جل وعلا قال في القران: اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عشان كده يا جماعة، الإنسان أول فائدة من فوائد هذا الحديث يعمل من أجل الآخرة لا من أجل الدنيا. والله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الفائدة الثانية إن العمل سبب لدخول الجنة. صح، الزول بيدخل الجنة برحمة الله كما في صحيح مسلم، لكن فائدة العمل أنه سبب لنيل هذه الرحمة وليدخل العبد جنة الله تعالى. ولذلك قال الله جل وعلا في سورة الأعراف: إن رحمة الله قريب من المحسنين. يعني الناس لما يقول لك الزول بيدخل الجنة برحمة الله، وهم ما قصدوا مجرد الحديث، قصدهم يقول لك يعني أنا أعمل أي عمل وبعد ذاك الجنة دي برحمة الله. لو كان الزول بيعمل أي عمل والجنة برحمة الله كان استوى أهل المعاصي، أهل المعاصي وأهل الطاعة، وكان أهل التقوى وأهل الفجور سواء، وكان أهل الإيمان وأهل الكفر سواء. وده ما بيجي ولا بكون أبدا. عشان كذا الله جل وعلا قال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والله جل وعلا قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. والله جل وعلا قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ما بيستوون. فائدة العمل الصالح أنه سبب للدخول في رحمة الله، وبرحمة الله يدخل العبد جنة الله تعالى. عشان كده الصحابة فهموا المسألة دي وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. الفائدة الثالثة العمل الدلاون عليه والنبي عليه الصلاة والسلام. الزول الدار يدخل الجنة وينجو من النار في أربع أشياء في الحديث ده. قال له: تعبد الله لا تشرك به شيئا، أو تعبد الله ولا تشرك به شيئا. تعبد الله، ودي ما بتكفي، كون أنت بتصلي لله بالصوم
بتزكي، بتحج، بتستغفر، بتصدق، بتصل الرحم، بتبر الوالدين، بتقوم تصلي بالليل. ده كله يا جماعة ما بيكفي إلا إنه العمل ده يكون خالص لوجه الله تعالى. يعني لو أنت بتعبد الله وبتعبد معاه وغيره، العبادة دي ما بتنتفع بها، لأن الله جل وعلا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء والرسل، الله أوحى عليهم زي ما أوحى عليك أنت. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الصلاة القبيل بالصليه دي تمش ساي، ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. شاكر قال له تعبد الله، بعد قال له تعبد الله، نهوا عن الشرك، لا تشركوا به شيئا. وشيئا يا جماعة في اللغة العربية نكرة ما معرفة، والنكرة في اللغة العربية في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد العموم. في ناس قايلين الشرك إلا تعبد الأصنام، في ناس قايلين كذا الشرك ده إلا تعبد الأصنام. هو الشرك ده تسوي غير الله بالله في شيء من خصائص الله. يعني أنت إذا بتقول الله بيخلق وفلان بيخلق، أنت وقعت في الشرك. بيخلق الله براه وبس. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الموضوع ده الآن زمان محسوم ولا فيه نقاش. إبليس ذاته، إبليس في زول، في مخلوق أشر من إبليس؟ في مخلوق شر من المخلوق ده؟ ما في. بعد ده إبليس قال: قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني أثبت لي الله إنه الله اللي بيخلق، مش قال له أنا خير منه، أنا أحسن من آدم عليه السلام. شوف الإجرام. أنا خير منه، خلقتني من نار، يعني إبليس عارف الخلق منه، خلقه الله سبحانه وتعالى، وخلقته من طين، خلقتني من نار خلقته من طين. وحتى كفار قريش ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما في كافر كفار قريش يا جماعة، فتشوا التاريخ واقروا في القرآن واقروا في السنة واقروا في الكتب كلها، ما في كافر من كفار قريش ولا واحد، ولا بالغلط ولا عاقل ولا مجنون، قال أنا جنايدة أداني لي والصنم الفلان وخلقوا الصنم الفلان. ما في موضوع ده عندهم ولا بناقشوا فيه، عارفين خلقنا الله سبحانه وتعالى، لكن مشكلة أساءوا الظن بالله، قالوا يا الله نحن وجيناك عديل انت ما بتقبلنا لانه عندنا ذنوب. شو اساءوا الظن بالله، قالوا نحن نجيب لك الوسائط، اصنامنا دي نتقرب بها لك انت. الله كفرهم بالموضوع ده، قال لهم انا ما داير وسائط. قال تعالى: الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ما قالوا احنا بنعبدهم لانه عندنا الشفاء، ولا قالوا عندهم الذرية، ولا غلطوا غلطة زي دي أبدا، قالوا بس ديل بيقربونا لله سبحانه وتعالى. الله كفرنا عشان الله دايرك تعبده براو، يتوجه له براو، ما تتخذ بينك وبينه وسائط من المخلوقين. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الليلة في ناس بيقولوا غير الله بيخلق عديل كده، بيقولوا غير الله بيدي الجنة، مش بيدعوا الله والله بيدي الجنة، مش بيقولوا غير الله بيدعوا الله، الصالح بيدعوا الله والله بيستجيب له بيدي الجنة، هذه الفضل لله سبحانه وتعالى، صح ولا ما صح؟ لا أمة بقولوا كذا، عديل بيقول لك كباشي كم أدى ولد. ده في كتاب اسمه أعلام الطريق، ألفه عبد الرحيم البرعي. كباشي كم أدى ولد، أدى ده منه؟ الأدى ده كباشي،
ده مش كذب، ده يا جماعة كفر أكبر، وده كفر شنيع ذاته. كباشي كم أدى ولد في كل بلد، كم حل عقد كباشي، يربط ويحل في كل محل كباشي، المتوكل لأمر يكل كباشي، من غير مس وتفل كم أدى طفل كباشي. كذا سيدي، ده كلام بيقوله زول عاقل يا جماعة، زول بيعظم الله سبحانه وتعالى وبوحد الله جل وعلا، بينسب الذرية لكباشي، وقبل يلدو كباشي كان بدي ذرية. الله جل وعلا قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، اللي بتنادون من غير الله ذي بتنادون دون الله سبحانه وتعالى، لن يخلقوا ذبابا، مش جنى ولا ذرية، ده موضوع كبير. قال لك لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، كلهم كانوا يتلموا بس عشان يخلقوا ضبانة بس، ما بيقدر. ونحن الكلام ده بنقوله يا جماعة، ما كلام ده أن يستفز الناس والله، ولا ده أن ضايق الناس، كي خايفين عليهم، شايفين الناس ماشيين على هاوية، ولو دي ما هاوية تاني الهاوية وين؟ إذا أنت دار تشارك المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، تشرك بالله جل وعلا، وتخلي المخلوق والخالق يشتركوا في صفة، الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله جل وعلا قال: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. وعديل قال لهم كذا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ ديل ما بيخلقوا، قال لك ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، إلى آخر الآية. يا جماعة الشرك الآن منتشر، وده بجيب واسي ده كتاب بينشروه بيبيعوه، غلافه لونه أحمر وفيه صورة المؤلف، وهذا منشور ناس بيقروه يضلوا به، زول يلاقي الله يا أخو عقيدة زي دي في قلبه، إنه شيخ بدي جنة، وعديل يقول لك إن داير ولد بوقية، إن داير بيت بنص وقية، عديل يبيعوا في الشغلة دي بيع عديل. والله سبحانه وتعالى بيقول: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون. وطبعا بيقول لك الآيات دي في الأصنام، انتوا بتجيبوها في الأولية، دي ما في الأصنام، لأنه الله قال: أفرأيتم ما تمنون. تمنون ديل ما أصنام، تمنون ديل ما أصنام، ديل البشر، الإنسان هو اللي بيخرج منه المني، ما الصنم. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ عديل قال لك إنت الجنة ده بتخلقه إنت ولا بخلقه أنا؟ ده الله بقول لك سبحانه وتعالى. والله غايته زول بيقرأ الآيات دي تاني اعتقد إنه في شيخ بدي جنة وبهب الذرية، ده زول أصله ما عنده علاقة بالقرآن ولا مصدق القرآن، لأنه عديل قال لك نحن خلقناكم فلولا تصدقون، كلام ذاته مؤثر. قال لك انا خلقتك، انت ما تسارع في تصديق الموضوع ده، وكيف انت ما تصدق؟ قال: كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون. فده يا جماعه وقفه من مظاهر الشرك برضو المنتشره، ادعاء علم الغيب. يقول يا جماعه فلان ده بيعلم الغيب، فلان بيجيب الرائحه، وفلان ده وصل درجة من الصلاح، طبعا ده كذب زاي، وصل درجة من الصلاح بيشوف حاجات الناس التانيين ما بشوفوها، عشان كده الرايحة يمشوا له ولا بهمتي راحت، شوف لي عربيتي سرقت، شوف لي هس في شيخ في دنيل الأبيض، والله الذي لا إله غيره اسمه عوض الله، عنده بوكس اتسرق، ده شيخ عديل وش بيقولوا؟ بجيبوا الرايحة البوكس بتاعه، أنا كلمني واحد في الجيش بوكسي بتاعه راح اتسرق، ما عرفوا ذاته، لفوا كدي، لا بخور جابوا له، لا كمون جابوا له، لا قال لا كوره كذا يقول لك، ولا كتاب ولا خيره، ينوم وزال حاجه بفتشوها الناس مفتحين، ما لقوها ينوم ويلقوها كيف،
يقول لك بنوم افتح الكتاب وكذي، هل نزل على لو قصدنا القرآن هل نزل على الكتاب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان بيفتحه لشغل دجل ولا كذي، ولا كان بيستعمل القرآن في باطل. كله هنا فتش ملقى في النهاية رسل الدراويش بتاعين الزول الضابط ده بحكى لي من المنطق قريب من منطقتهم في الديوان، قال لي يا زول رسل الدراويش مشوا لواحد بيقول له السالف، السالف انتوا بتعرفوه، جل السالف قال له السالف ده بيتفق مع الحرامية وبيدوه شغل زي عمل الخير بالنسبة له شغلة جايطة كلها، قال لي قال له السالف الله يبوكسي الشيخ ده السرق وما لقينا، دي الحرامية ذاته لا بخافوا الله لا بخافوا الشيوخ، قال وكونه ما بخافوا الله دي خطرة، لكن ما بخافوا الشيوخ دي أنا تكيفت منها من الجانب ده، مع إنه ما بنجوز لهم السرقة. قال لي هذول السالف قال له الجماعة دي اللي جو بوكسيكن طبعا جاسفوه، قال له اللي جو بوكسيكن لكن والله قالوا ما بتدفعوا 60,000 ما في طريق، قالوا يا جماعة كذب أركوه الزول شيخ والشغلة دي ما بتجي وكذب، أنا مين مجروا من 60 جول 40 لحد ما 35,000، قال لهم والله تاني لا بنعرف شيخ لا غير والله أكثر من قال لهم 35 دي والله من عليك الله زالي زول من الديوان من اسمه عوض الله الشيخ عوض الله بوكسي، في النهاية دفع عليهم 35,000 جابه من وين؟ عليهم ربه بتاع محايات بخرات لقطة من النساوين غشوا الناس غيره، المهم جاب لهم قروش دي ادى لهم. بعد شوف الحراميه دي ذاته غتيتين كيف، بعد شالوا القروش قال له هوي المهم ودى له الديوان، يجي تندلتي القلبوكسي ده في تندلتي شيخ ذاته متلتلوا لكم شويه ده. قال لهم خلاص، قال لي جو تندلتي قال لي البوكسي لقوا الاربع على ساتك ماف موقفين لهم في حجار ولا في هنا، قال لي اقسم بالله يا جماعه الكلام، وسألوا أي زول من الديوان من احنا كذا خليك النازل يعني في النهاية شنو ده بيان بالعمل، خلي الآيات والنصوص الواضحة إنه ما في مخلوق بيعلم الغيب عديل كذا ملائكة ديل عديل الله سبحانه وتعالى. ابن كثير قال الله داري يبين لهم فضل آدم عليه السلام، داري يبين لهم فضل آدم عليه السلام، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قتادة رحمه الله قال السؤال ده ما اعتراض، قال وإنما استعلام واستكشاف، دارين عرفوا الحكمة شنو نحن بنعبد وكذا وكذا ونخلص لك وبنقدس لك وكل ونقدسك ونقدس لك على وجهين من أوجه التفسير، قال له دارين عرفوا الحكمة آدم عليه الله بيّن لهم فضل الرجل لا آدم عليه السلام وذريته إنه فيهم أنبياء وفيهم ناس وفيهم خير وفيهم وفيهم وفيهم، بعدين وراهم فضله بالعلم، قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها، قال مجاهد رحمه الله تعالى أسماء الطيور والدواب وأسماء كل شيء ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، ما عرفوا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، نحن ما عارفين وما عندنا معلومة إلا اللي أنت بتعلمنا، ده في إنه الملائكة ما علموا الغيب، كان بيعلموا الغيب كان قال له هاي الحياة دي ده كذي وده كذي والأشياء دي كذي، قالوا سبحانك لا علم لنا، إذا ملائكة ما بيعلموا الغيب ودي أشياء قدامهم ما عرفوا أسماء، كيف فكي عرف الرايحة اللي ما شايفة ذاته يعرفها كيف ودي الملائكة؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، ده غيب أنتم ما بتعرفوا ما بتعلموا، وأعلم ما تبدون وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، كل الله بيعلم سبحانه وتعالى، عشان كده قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، والله سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله،
وما يشعرون أيان يبعثون. ما في شيخ بيعلم غيب، ولا في شيخ بيجيب رايحة، ولا في تحويط، ده كله كذب ساي، ولا في زول بيشوف حاجات الناس التانيين ما بشوفه، ده كله مخالف للقرآن يا جماعة، ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نمرة ثلاثة من مظاهر الشرك المنتشرة يا جماعة، من المظاهر المنتشرة، الدعاء غير الله تعالى، دعاء غير الله. زول بيصلي في الصلاة بيقول إياك نعبد وإياك نستعين، دعا هذا الله سبحانه وتعالى، دعا دي عديل كذي، إياك نعبد لا نعبد غيرك، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، إياك نعبد، ما قالوا نعبدك يا الله، ما قالوا نعبدك يا الله، لا لا قالوا إياك، بدوا بالمعمول قدموا على العامل، إياك نعبد يعني ما بنعبد غيرك، ده حصر، وإياك نستعين ونستعين بغيرك. مرقتهم من الجامع الواحد يعتر يا شيخ فلان الحبيب، ينادي الشيخ، عربية دارة تنقلب ينادي الشيخ، وعارف ينجي الله سبحانه وتعالى، بعد ده بيترك دعاء الله ويدعو غير الله سبحانه وتعالى، يا مكاشفي يا أبو رأي يا كباش يا صايم ديمة يا التوم وتبنقة يا كذا. هسي قبل أقل من أسبوع مشيت غرية في الجزيرة اسمها طيبة الغرش، واحد في مناسبة زي قعدتنا دي، والله في المناسبة وخدت الغداء بس شافنا نحن، وواحد قال لنا نازل دار يتكلم، وقال بس مما شافنا كده قال يا بزرد، قلت له شوف ده مين اسمه، لا يا زلت مالكم على الزرد ومالكم على شغل جايد زي، قال يا بزرد، قلت له انا بزرد ده جديد ولا شو، قال والله واحد قال لي والله نازل بنناقش فيهم لنا 30 سنة نازل ما دار اختنا، هذه قبتهم ذاتها بتاعت طيبة الغرشي دي، القبة دي جابوا لنا فرين، يبقى هو واحد وقع اتكسر، واحد وقع مات وقت طوال، وأزال ناس الغرية ذاته، في غرية ذاتها اسمها طيبة الغرش ورا الحصيصة غرب الحصيصة، الزول جابوا يبهي القبة ذاته، جاي بهي ذاته، وقع مين فوق مات وقت طوال، قلت له انا هذا السيدة لو بينفع بتاع القبة ده، ما كان يتلقاه من رجليه يده كده، يقول لا زول اشتغل زي الناس ما تجينا تاني واقع من فوق، لكن على مين فوق وقع الرب منا طوالي لآخر طوالي، ذاته تلاقي الله انت بتبهي لك في قبة وفي حاجات زي دي، وزول ميت دار له قبة دار باشر الحي ده، الناس هذا بتقعد في محل زي دي البرد برا الصباح الشمس في الطوق الظهر، الميت ده جوا قبره ده دار بالقبة دار بالبنيان شو دار بشو، ابن عمر مرة برجل الأثر ده في البخاري في الجزء الأول مطبع الدار الحديث، مر برجل وضع على قبره في فسطاط أخضر، قبر وفيه فسطاط أخضر بتاع رجل، قال قبر من هذا؟ ده عبد الله بن عمر المخطاب، استغرب إنه القبور عادية ليه القبر ده ساوي له فسطاط أخضر، قبر من هذا؟ قالوا قبر عبد الرحمن صحابي جليل رضي الله عنه، قال انزعه يا غلام، اقلع قال له الشيء الاخضر ده خلي قبر ساي، انزعه يا غلام فانه لا يظل العبد الا عمله، دار له الظل اللي بيجيب له الظل لعمله، مو سوي له حاجه خضرة فوق تسوي له هسي بينه القبه ويجي التراب يسفوه، زول السكر لو كتر منه بسوي له سكر، سكر ملح المفيد ده لو كترته بسوي لك ضغط، جنزبيل زين كترته يسوي لك وجع حليب وجع، ده شيء زول لو عاقل كذب سف له تراب سفه يقول لك فيه بركه، يسف في التراب يقول لك فيه بركه، وتراب بيكملوا الليله بعد شويه بيكرب جيب واحد جديد، هذا سف ذاته يحلوها كده بلاوي، يسف في التراب وطف القبه، الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، هناك الطواف ده في الكعب، وهناك الطواف في مكة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه شو يطوف بهما، قال ما في طواف، المدينة ذاتها ما فيها طواف، بلد ديك بلا حرمين دي ذاتها ما فيها طواف إلا مكة بس، المدينة ما فيها، تبوك ما فيها، الرياض ما فيها، دمام ما فيها،
في ديك ذات هناك جنب الكعبة، ما في إلا الكعبة والصفا والمروة، ثاني ما في الطواف في الأرض، كله كله. يجي يطوفوا في السودان يا ودي دي قبة كر كذي، بس ده جوا ده لو حي ذاته شايف بلف له راسه يكون لاف معاهم كذا، معقولة يا أخي؟ فائدته شنو ذاته؟ زول الميت تجي تلف له في راسه كذي، هسه لو حي لفيت له النوم بيطير، يقول ده لاف في داري خمشني ولا شنو؟ والله يا جماعة أنا ذاتي متعجب في الناس دي، يعني هسه زول لو حي كذا راقد لفيت بسريره كذا، ما بلاوز منك يقول ده فك منه ولا في شنو ذاته؟ انت زول ميت تطوف بقبره وتشيل التراب تتبرد به، ويقف قدام الله تلقاه واقف كذي، وقدام الميت تلقاه كذي منكسر، ابويا الشيخ جيتك كم مره ما حلت لي مشكلتي، وجوا عنده مشكله بيسالوا فيه من ربك، وديل برا دارين حل لهم مشكله. والله يا جماعه بالراحه كذي برا الهزل ده، دي مسائل دار وقفه. الله قال وهم عن دعائهم غافلون، وغافل عنك ذاته مشغول بشغل جوا، بيسألوا جوا ده خشة ما قابل بشر، ده قابل ملائكة عديل أجنحة وملائكة، يعني شغل جوا هو في وضع صعب، إلا الله يثبته سبحانه وتعالى. ما فاضلك ذاته، عشان كده قال لك ومن أضل، ما فضل من الزول بنادي الميت وينادي الغايب وينادي البعيد وينادي غير الله سبحانه وتعالى. لو نادى الأصنام، لو نادى الأحجار، لو نادى النار، لو نادى البقر زي ما بيعملوا الهندوس، ديلك بيعبدوا البقر واحدين فيه، وديلك المجوس بيعبدوا النار، وديل الان ينادوا في الاموات ويعبدون من دون الله تعالى. الله جل وعلا قال ومن اضل، منو اضل من ذا؟ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه. ليه؟ وهم عن دعائهم غافلون، وغافل عنك، ما فاضليك ولا متذكرك ولا مركز معك. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، بعدين بعاديك ده، بعدين بيتبرأ منك وبعاديك. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. موضوع بيبقى خطير بعدين. والله سبحانه وتعالى قال وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس المودة محبة كانت في الدنيا ما يرضوا فيهم ولا كلمة، يوم القيامة تنقطع كلها، يبقى الزول هم رقبته هم نفسه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب، نسب ذاته بنته، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فده يا جماعة موضوع خطير والله، ينادوا في الأموات ينادوا في الغايبين ينادوا في الشيوخ. نحن لما ننبههم يقولوا نبسته، وانا ما عارف ذاته النبز غيروه ولا بدلوه. النبز ده ما معروف، زول يا نبز له زول في شكله قاعد ينبس فيه، اضانك كبيره كراعك صغيره ويدك، ده نبز معروف. ولا نبزه في قبيلته، قبيلتك ديل خوافين وجبنه ما بقيفوا مع الزول. ولا نبزه في والديه، صح ولا ما صح؟ نبز له ابوه نبز له امه، صح ولا ما صح؟ ولا نبزه في عرضه، ولا نبزه ده النبز. لكن زول قال لك الشيخ ما بينفع، والشيخ ما بضر، والشيخ مات، وفعلا مات، وفعلا لا بينفع ولا بضر، وقال لك الشيخ ده ما بيتصرف في الكون، فعلا ما بيتصرف في الكون. قال لك ما تناديه، النبز هنا وين؟ والله ما في ولا نقطة نبز. قال لك يا أخي شيخ فلان ده صلاحه ده لنفسه، لو صالح وذاته، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ثاني تتنادي كيف؟ والحقنا وافزعنا. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. هم ما بيسمعوا، لكن لو دارت غالط تقول لا بيسمعوا، ها قال لك ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، حكم عليه انه ده شرك. دي فتوة القرآن، انه الزول اذا دعا غير الله وقع في الشرك، وقع في الشرك معناه ضيع دنياه واخراه. قال تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من انصار. نبهوا الناس يا جماعه، والشغله دي دائما بيقعوا فيها ضعاف النفوس والجهله، وبيقعوا فيها النسوان اكثر شيء. لكن زور راجل اصله زور راجل كذي، رجاله كذي،
الرجالة زي كده لو أمي ما بيعرف يكتب ولا يقرأ ما بيمشي يبرك له يا شيخ، ولا يمشي يسلم له يا شيخ في يده، ولا بيمشي يتبرك له بتراب، ولا بنادي ميت. لو الرجالة كده زي كده يقول لك أنا راجل، انكسر لي راجل زي ليش رجالة كده حرارة زي كده ما بيعمل. لكن هن ساوين بريدنا الحاجات دي، الله من رحم الله يريدوا الدجل، واعمل لي عمل لفلان ما يتزوج، واعمل لي كذي وسوي لي وكذي. هون تعلقهم بالبشر دي، ودائرات نصائح في البيوت زول ينبهون ما تتعلق بغير الله، ولا ولانه ده ذاته ذل للراجل. المرأة ذاتها لما تقعد تنادي في الشيوخ وكذا والله ذلت راجلها اول شيء جنبها، ده لانه ده اتزوجها ومتكيف، وابوها ذاته مشهد سلم عليه وعديل. زول اداك يا اخي زول اسي اخواننا ديل جزاهم الله خير، جيناهم هنا في قالي ده الله يكرمهم زي ما اكرمون ويحفظهم وكذي. والله نحن متعقدين اسي من قبل، والله متعقدين للكرم اللي جينا من الناس. ناس جيناهم بالليل يطبحوا ويتجاروا ويكرموا في الناس، متعقدين فيه انه اكرمونا كرم زي ده، هم بيشوفوا واجب ما عملوا شيء لكن نحن اثر فينا جزاهم الله خير. فما بالك زول بدي له زول بيت عديل، بيت ما بهيمة، بيت عديل بيقول لها فلان اديتك بتدي سوقها معاك اقفل عليها بيتك، ده ما اكرمه يا جماعه وعقد لي عليها، ده يسوقها من بيت ابوها كانت جوا في بيت ابوها يوديها للرجال للشيوخ يقول لها هكا هكا يا شيخ فلان اديها جنى. دي ما يساء ذاته انت يا اخ، كانت في بيت ابوها معززه مكرمه، ابوها ده ويقاتل دون عديل دمه ده بمرقه، تسوق من بيت ابوها توديها للرجال انت، وهي ذاتها بتذلك تكون ماشي معاي انت راجله ماشي تعتر تقول يا فلان، معناها انت ما مالي عينه صح ولا ما صح؟ هي خافت نادت زول تاني، معناها انت شنو؟ معناها انت جيجر ساي ماشي معاه، انت تيس ساي والله ما في اي فايده فيك، لانه هي انت لو مالي عينه ما كان شنو؟ ما كان نادت غيرك. وانت هنا دي لو نادتك انت ما شرك، لانه انت بتقدر تحميها من الحرام ولا من الشر اللي قدامها ده، انت بتقدر هنا، انت ما غايب. لو انت غايب كان بيكون شرك، ولو انت ميت كان بيكون شرك، لكن انت حاضر جنبك، انت بتقدر تعاونه في دفع الشر، وتعاونوا على البر والتقوى ما في حرج. فيا جماعه الشرك ده والله خيابه في الدنيا دي، خلي غير اي شيء ثاني خيابه في الدنيا دي ساي. والتوحيد ده رجاله كده في الدنيا دي، زول نخرته دي ما بخدها الا لله الخلق، ما بينكسر الا لله، ما بيتضرع الا لله، ما بيشكي الا لله سبحانه وتعالى. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. امر اربعه جماعه من مظاهر الشرك الحلف بغير الله، الحلف بغير الله زول حلف وحات جناي وحات القعده دي. واحد بتكلم معاه قال لي وحات النهار ده، النهار ده ذاته حلف، ودي هسه بقت كثيره حتى بعض الفنانين ركبت بص سمعت واحد بغني قال الليله يوم، قال يوم الليله يوم فرحي ويوم الليله شنو بعرف، بعد شويه قال لا وحاتك في الغنيه ذات لقيت الدائره، قال لها والدائره وحاتك يا حلف يا امك. واحدين يقولوا وحات النبي صلى الله عليه وسلم، واحدين يقول لك عليك الرسول يحلفك للرسول صلى الله عليه وسلم، ده كله يا جماعه من الشرك. ما بجوز الزول يحلف الا بالله، لانه الحلف ده تعظيم، انت حلفت ليه؟ وحلفت بالله ليه؟ عظمته. ما انا قلت لك كلام انت ما صدقتني، قلت لك وحات الله، وحات الله الكلام ده صدق، معناه شنو؟ انا حلفت لك بعظيم وما بجوز احلف الا به. البغوي قال ليه ابليس، ليه ابليس وسوس لادم عليه السلام لما نكل من الشجره والله نهاه؟ قال لانه الله قال وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. قال قاسمهما يعني اقسم لهما. البغوي في التفسير قال ما كان آدم يظن أن مخلوقا يحلف بالله كاذبا، قال لأنه بعظم الله ما ظن أنه معقول يحلف بالله من عظمة الله،
يحلف بالله ويكون كذاب. عشان كذا قال أكل من الشجر وقاسمهم لأنه أقسم لهم. فالزول بيحلف بالله لأنه الكلام فيه تعظيم وبين على الصدق. لما تحلف بغير الله معناه عظمت غير الله، تعظيم مفروض تصرفه لله برا، وقعت في الشرك. ما تحلف إلا بالله، ما تحلف بشيخ ولا بقعدة ولا بمكانة فلان ولا بفلان، ولا تحلف بغير الله ولا كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وحسنه الألباني من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. خمسة يا جماعة من مظاهر الشرك، وأنا أكتفي به أنه طولنا على الناس الليل زي ما يقولوا لي. من مظاهر الشرك تعليق التمائم، شفت الحجبات دي والكمون ويعلقوا في العضل. ابن مسعود رضي الله عنه قال لك ولا قرآن ما تعلقوا، لأن القرآن ما نزل عشان يعلقوه يعرقوا فيه، ولا نزل عشان يعلقوه في الأطفال يريلوا فيه، ولا نزل عشان يعلقوه للحفظ إنه يحفظك من العين ومن غيره وكذا. قرآن الله بيّن لما نزلوا نزلوا لشنو؟ قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الله سبحانه وتعالى قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. الله سبحانه وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ذول عنده عقل جوا صدره أو عنده عقل ده يتذكر ويتدبر القرآن ويستفيد منه. القرآن ده ما نزلوا الجماعة ده لسي عملوه جزء حتوه كتبوه في سكن، حتوه في باغات باعمو قالوا دي محايات. القرآن ما نزلوا عشان تحيطوا، واحدين كمان كتبوه خدتوه في المناقد منقد نار ولك بخرات. القرآن ما كتبوه عشان الله ما نزلوا، مش كتبوه الله ما نزلوا سبحانه وتعالى عشان انت تحرقوا. واحدين عملوه زينة في البيوت يا خارف، سورة ياسين، سورة الواقع، سورة. واحدين عملوا تمايم، الله ما نزلوا عشان كده يا جماعة، كله لعب القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك. وجاء أيضا في السنن من رواية عبد الله بن عكيم رضي الله عنه حسن الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. وجاء أيضا في سنن أبي داود حديث ثابت كما قرر الألباني من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التمائم أهل الحجبات، والرقى الشركية بتاعت السحرة ديك هماهن همهمات وأشياء وكده يسهسهوب طهطهوب بلاو وأشياء ما والتولة يا أهل بيسموها زي بيسموها الآن عرق المحبة، يزعمون أنها تحبب الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، كله قال لك شرك بالله. دول ما يعلق أي شيء، شفت عضلك يا أخي الله داب جسمك ده كذي كامل، ما تعلق فيه حاجات تقول تسأل سوي لك أشياء وكلام تعلقه. رسول صلى الله عليه وسلم لبس الدرع لأنه الدرع مفيد سيف وكذا، لبس الدرع لكن ما لبس حجاب، ولا لبس صحابة حجاب، ولا صحابي واحد ما لبس حجاب في الدنيا دي أبدا. كل حاجات بدع جابوها الناس خدعوا بها الناس، والله الذي لا إله غيره. شكي ذي وصيت النبي عليه الصلاة والسلام للزول الدار يدخل الجنة كن موحد. نمرة اثنين قال وتقيم الصلاة، الصلاة دي حافظ عليها في وقتها بأركانها وشروطها ومكملاتها واجباتها وفرائضها، والصلاة صليها في جماعة انت كرجل صليها في جماعة. وتؤتي الزكاة دي واضح، عندك زراعة وآتوا حقه يوم حصاده، دي وقت الحصاد تطلع الزكاة وكذا إلى آخره تطلعها معروفة.
الزراعة المطرية عند زكاة معين العشر، الزراعة البرية بتاعت بابور وبغيره وكده نص العشر، يعني لو 10 شوالات فيها شوال ذاك المطرية، البيت بالبابور وانت بتدعك فيها وغيره لو 10 شوالات نص شوال. دي واضحة. بعدين عندك بهايم واضح، عندك 40 بتطلع واحد، ماشي هذه 40 غنم كذا إلى آخره. عندك أشياء، عندك ترتيبات معينة في الزكاة بترجع عليها، عندك قروش بتطلع ربع العشر، يعني معروف 1/40 بلغ النصاب المال بتطلع 1/40، يعني 40,000 في 1,000 واحد، وهي 40,000 برامة بتسوي نصاب. النصاب معروف عنده عدد معين، 85 جرام من الذهب بتشوف بتساوي كم من المال، وبعد ذاك شنو بتقسمه، في كله 40,000 عندك 1,000 واحد. لك هذه الموضوع سائل زكاة. وتاني في شنو زكاة البهايم، زكاة الزراعة، زكاة المال إلى آخره، وعروض التجارة نفس الشيء، بيع وشراء، في حاجات ما فيها زكاة. عربية اشتريتها ولو بيع 20 مليار ما فيها زكاة. انت ما دام لك بيت، لو اشتريت 20 بيت عشان تسكن فيه وتسكن اولادك ما فيه زكاة، لكن لو دار تبيع وتشتري وكذا بتبقى عروض تجارة، عاد تختلف الزكاة. موضوع الزكاة سائل اسهل ما يكون، ما وفقه الله تعالى. اخر شيء قال تصل الرحم، الرحم ديل تصلهم، تديهم الكلام الطيب، تواصلهم بالزيارات ما استطعت، ما قدرت بالتلفون، مناسبات تقيف معاهم فيها كذا، تصل الرحم. لو اساءوا لك انت احسن لهم. بعدين النبي عليه الصلاه والسلام قال في البخاري ومسلم: الرحم معلقه بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. حديث عائشه رضي الله عنها. تصل رحمه، صدق عليهم. يسالونك ماذا ينفقون، قل ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين. اذا الزول يا جماعه طبق الحديث ذا، نسال الله يعني يوفقنا واياكم جميعا للعمل به، ده الله بوفقه في الدنيا والاخره، وده بكون من اهل الجنه ممن ينجيه الله تعالى من النار. نسال الله التوفيق للجميع. برضه من الوصايا المهمه يا جماعه ونختم بها، الزول يترك الطرق دي كلها والجماعات. البلد دي كثرت جماعات واحزاب، الله بين لهم قال لهم: ان الدين عند الله الاسلام، بس ده الدين، تكون على الاسلام بس، لا تبقى صوفي، لا تبقى انصار سنه، لا تبقى من جماعه الاخوان المسلمين، لا تبقى من التكفيريين الدواعش، ولا تبقى سروري، ولا تبقى من حزب الامه، ولا تبقى من الطريقه القادريه، ولا التجانيه، ولا السمانيه، ولا ختميه، ولا اي طريقه من الطرق، خليك مسلم بس. وانت في القبر بيسالوك: من ربك؟ تقول: الله. ما دينك؟ بتقول: الاسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما بيسالوك، يقول لك: ما طريقتك؟ انت يسالوك: من ربك؟ بتقول: الله. ما دينك؟ تقول له شنو؟ قال لك: ما دينك؟ بتقول له شنو؟ تقول له: انا ختمي بختيمه لك في اضانك، ما بتفهم شيء. تقول له: ما دينك؟ تقول له: انا تجاني. طبعا انا مع السيد احمد التجاني. هو وين احمد التجاني؟ عنده قبر براه يا غالي احمد التجاني. وقبل احمد التجاني كان الاسلام على شنو؟ احنا دعنا نعرف قبل احمد التجاني ده المسلمين ما قبل يلدوا احمد التجاني ب 500 سنه. اهالي الاسلام ده كان الزلم المسلم ده كان في تجانيه؟ ما في تجانيه. ده عندهم كتب النازل، في ناس طبعا بيتعاطفوا معاهم ساي بدون قصه عن فلان شيخ فلان واحمد التجاني ده كان كذا وكذا، بعد شويه يقول لك: بايعتك انا تجاني وانا مع التجانيه والدنيا اوراد التجانيه. ثاني تلقاهم بعد العصر بيقولوا اذكار معين، والمتطورين فيهم ناس يخش اليوتيوب شوف كلامي ده، المتطورين فيهم بيخطوا لك فرشه بيضة وقاعدين بعد العصر قالوا دي حضره، وفي الحضرات ذات درجات، في حضره بيجي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم فارشين له فرشه بيضة، مرات بيخطوا كوره فيها مويه مسيخه. معقوله يا اخي الرسول لو جاك بتدي مويه مسيخه انت صلى الله عليه وسلم؟ ويجي لمنو ذاته؟ يجي للتجانية بتاعين نيجيريا، ولا بتاعين المغرب، ولا بتاعين الجزائر، ولا بتاعين السودان،
ويجي العصر هنا دي ها في نيجيريا العصر نفسي عصرنا ده، وفي المغرب وفي ديك في الجزائر، ولا يجي لياتون ذاته شغلة عجيبة. عندهم كتاب اسمه الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني، صفحة 19، قال أحمد التجاني لاقى الرسول صلى الله عليه وسلم عديل كده يقظة لا مناما، ما في النوم حلم أو رؤية، شايفة تقول هنا قال لاقاه عديل، وقال اداه صلاة الفاتح في كتاب قال يقظة لا مناما، وهنا دي قال اداه صلاة الفاتح قال تعدل من القرآن 6000 ختمة. زول قرا القرآن ده كذي كرر ختم تاني ختم 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 6000 ختمة. واحد قال صلاة الفاتح، صلاة طبعا تجميع زاي زي العربات جياد مجمعينها زاي، ما في دليل على لا من الكتاب ولا من السنة، تجميع زاي مجاز فينا ما في والله دليل. في 13 صيغة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة في البخاري ومسلم وفي غيره، ما في الصيغة دي أبدا. قالوا دي صلاة الفاتح، قالوا دي الواحد فيها بتعدل القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، الحرف فيه كم حسن القرآن مش 10، الحرف فيه 10 حسن، في كلام في الأرض في كلام في الدنيا دي الحرف فيه 10 حسنات، ما في أبدا إلا كتاب الله ده سبحانه وتعالى. أقال لك الواحد بس من صلاة الفاتح بتعدل القرآن 6000 ختم. دي طريقة أنا بخش فيها بتاعت أحمد التجاني، قلت الطرق دي كلها تختار أبقى مسلم بس، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نسأل الله التوفيق والسداد للجميع، وجزاكم الله خيرا على هذا المجلس، نسأل الله يوفقنا وإياكم، ونشكر أهل الدار وأهل المنطقة على يعني إكرامهم وإتاحتنا لنا هذه الفرصة الطيبة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. الله يبارك.